national كنشوفوا بانه كاين الموفمون ديال لي زومبيلونس لو ترونسبور امبيونسي هو اللي عندنا بزاف في 46025 و لي زوبيراسيون ديفيرس 7800 دونك nous avons un ratio de par semaine de 59 incendies في la région كامله 59 incendies par semaine 958 opérations d'assistance aux personnes 163 opérations diverses ce qui fait un 1180 interventions par semaine soit 169 interventions par jour et 7 interventions par heure donc on ne chante pas مرحبا بكم باسمي وباسم جميع عناصر الوقايه المدنيه العامله بالقياده الجهويه بطنجه طوال الحسيمه واشكركم على حضوركم معنا اليوم في هذه المناسبه من اجل الاحتفال باليوم العالمي للوقايه المدنيه الذي يتزامن مع فاتح مارس من كل سنه تحيي اسره الوقايه المدنيه في ربوع المملكه هذا الحدث السنوي تجسيدا لتوصيه المنظمه الدوليه للحمايه المدنيه والدفاع المدني والوقايه المدنيه التي اختارت سنة 2020 شعارا وهو مسعف لكل بيت مبرزة من خلاله دور الإسعاف الفردي وأهميته في الحياة اليومية من أجل إغاثة الأشخاص وإنقاذ الأرواح مذكرة بالدور البطولي لرجال الوقاية المدنية مع استذكار شهداء الواجب في سبيل حماية الأشخاص والحفاظ على ممتلكاتهم وحماية البيئة تحت شعارنا الوطني الخالد الله الوطن الملك في يوم 1 مارس من كل سنة كتحتفل الوقاية المدنية باليوم العالمي للوقاية المدنية
في هذه السنة استثناء، لأننا يوم واحد مارس وثاني مارس، وكان الشعار هو مسعف لكل بيت. القيادة الجهوية لطنجة الحسيمة احتفلت بهذا اليوم كباقي القيادات الجهوية والقيادات الإقليمية ديال المغرب. هذا اليوم اللي هو الشعار كما قلنا مسعف لكل بيت، عرف الزيارة في هذ اليومين متتاليين يوم واحد مارس وثاني مارس أكثر من 70,000 مواطن من طنجة. وبهذا كنكونوا بهذا الشعار على أننا كنسخوا ثقافة الإسعاف في كل البيوت، وكيخصنا ننشروا الإسعاف والناس تطالع على العمليات اللي يمكن تديرها وتسعف بها المواطنين وتسعف بها الأشخاص الآخرين داخل المنزل أو خارج المنزل، ومن أجل تفادي الأخطار اللي يمكن تحدق بالمواطنين. هذا هو الأساس، وهذا علاش السبب على أننا كنبغيو نبتوا روح الإسعافات الأولية وكذلك ثقافة للإسعافات الأولية داخل البيوت وكذلك عند المواطنين، من أجل أن كما كيقول المثال على أن واحد الجيست يكون بسيط، بهذاك الجيست البسيط يمكن أننا نقضوا روح من الأرواح لا قدر الله.